كانت 2% المقرر بس صفرت 17%. 17% اكو موعد زمني للانتهاء من هذا المشروع؟ نعم، هو كان 3 سنوات. توجيه دولة الرئيس المحترم ضغط إلى 1.5 سنة. إلى 1.5 سنة، لأن كثف العمل. متفائلين أنه خلال 1.5 سنة ينتهي. نعم إن شاء الله ينتهي المشروع هذا. نعم، 1.5 سنة من الآن من حديثنا. نعم نعم.